من أوثق عرى الإيمان. كأمنت بتام تنكر جمد بلو مالت. الحب في الله والبغض في الله. لا الله بلو موجد لا الله بلو متلات. نحب أهل الإيمان. يا إيمان وين يا أمنت بعربيتوش إن نافكر أشوال النور داشوال. ونرى أن محبة أهل الإيمان دين يتقرب به إلى الله. يا إيمان بعربيتوش مؤمنوش موجد ورا الله سبحانه وتعالى يمنك عربيت. عند يدينا كان بلن النمل ونبغض أهل الكفر والضلال يكهدتنا يتمت باربيتوش عندما انتلال. جاء رجل لابن عمر رضي الله عنهما عند كل سب ود ابن عمر متى قال إني أحبك في الله أني لا الله بي ودها اللوالة قال وأنا أبغضك في الله أني دمو لعلها بي لمتألها قال ولما لا من دنو صدق صحابة صدق عندهم صحابة. ونصح للأمة لا يغش الأمة. صحابة تفترعتوا ونتنيج حق أنيج ناتوا مشافون ميدبكوا نجار سلام. ما قال هذا حتى الناس يقولوا عنه كذا. لا قال هذا نصحا لهذا. إنني تنعجر بتمكنات. لا هجرة سبوا نصحنا ومكرنا سوون دياقون يعجل سبوا. قال ولما؟ لا من دنيا الله هنيا. قال لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا. يعني الأذان بالألحان ويؤذن ليس لله إذا يعطوا راتب يؤذن لا يعطوا راتب لا يؤذن نعم أذان تاجر قال له بأذان دقمه دموز تكبل له لابد أن نحب أهل الإيمان نحب علماء السلف نحب الأئمة نحب كل موحد يأمنت بعربيتوشن موردتشن كروتي اللوم يقد مورد اللبن يتويد بعربيتوشن مورد اللبن يسنى بعربيتوشن مورد اللبن نبيت الشيخ بن باز رحمه الله تعالى دخل إلى مسجد شيخ بن باز رحمه الله تعالى ودون مسجد قبل المؤذن أذن بالألحان ألحان ما المعلم يعني على السلم الموسيقي يعني يمطط بزيمة المهم أنا لا أدري بزيمة ويندم بترو وين تكلاسي أذان أدرجة نعم ساتو سيقبو بترو وين أذان أدرجة فالشيخ بن باز رحمه الله ماذا صنع؟ شيخ ابن باز من سر بزاس هذا اللي قلنا لك الحكمة في الدعوة إلى الله والحكمة في الدعوة الله هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم ماذا صنع الشيخ ابن باز رحمه الله؟ شيخ ابن باز من سر أخذ الميكروفون وأذن أذان ما درجون يأذننا رأسه أذان هذا الرب رد جميل إيه بتام يا مار ردنا ملشنا إن المسلم لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم الذي يصوم ولا يفطر ويقوم الليل ولا ينام بماذا بحسن الخلق ترو أخلاقنا ترو سنة مكبر لك كانوا ملو صومو ندزم دمو ليلتو ملو ندم يقوم سوج بزا درجانا يالوت هل تستطيع أن تصوم الدهر ولا تفطر عمتو ملو كان يصومك ليلت ما قمت تشل على هو عمت مول هو الجزء ماله هل تستطيع أن تقوم الليل ولا تنام كل العام مولو ما مولو عمتون ماله ليلت يقومك من نجار ساعتين يعني أنت تشل على تستطيع بشيء يسير بس مش نجار تشل على حسن الخلق بتروسنا مدبار هنا درجات هاجي ولا الكلمة خارجة منك خارجة كانت كافية وتاش قال كوتاش وتاش يعني أنت ستتكلم ستتكلم أنت تناقر على تناقر يا أخي تكلم بكلام طيب سلازي تروي هنا نقدر تناقر باكنا ميرز وما أفضل من أن تتكلم بالكتاب والسنة تنصح تعلم كنقدرو يا بلت أدمو يا مارا نقدر من دنو بالقرآن بسنة دعوة ما درك من ناقر سوتشن ولدك كلام يا منت ما متعت يقول الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بتكبر القرآن وقل لعبادي يعني عبادي. إن كنتم حقا عبادا لله عباد لله ولا تقول نعم 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 عيد وقل لعبادي يعني إن كنتم حقا عبادا لله ماذا تصنعوا نعم لباروتش بلا بلاتشو تكلنيا باروتش كوناتشو يقول التي هي حسن لا يقول التي هي أحسن أحسن ما لديك تخاطب به غيرك نعم
مليلون بترونا بعمارة ونيتا ما ناقره نو النبي صلى الله عليه وسلم كيف عامل الكفار كهاديوچن نبياچن عليه الصلاة والسلام انديت نبر معاملاتو غنينتاچو انديت نبر بحسن الخلق بتروسنا مكبار نبر ارادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة يهجرا ليلت نبي صلى الله عليه وسلم لمقدم عصبوا نبر واموال قريش بيد النبي صلى الله عليه وسلم ائتمنوا عليها يا قريشوچ دغمو يمكا اغاريوچ غنزب دغمو كمان غاري نبر كنبي صلى الله عليه وسلم زند بامانه يتكمت نبر اخذها وسدباچو اندي استحلها حلال ادرغوت اندي كاديوچن غنزب لا وانك لا على خلق عظيم انا درغوم انت لسنا مغبار كفتنيا يونه سنا مغبار ياله باري نبلواچو لا بد ان يرى اهل الباطل منا هذا الخلق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم سلازي اهل الباطل يهونوا سوت وهم دمو يتككلنيا منجد يالتكتلوا سوت كنيا اندنز اندز عينت النبي صلى الله عليه وسلم بهاري لا يغبال نعم